امبارح سألنا سؤال: يا ترى الليزك ممكن يتعمل للأطفال؟ كل العالم أجمع على إن الليزك ما بيتعملش للأطفال إلا فيما نظر، فإحنا مش هنخلي دي القاعدة إطلاقا. الليزك بيتعمل حسب ما اتفق الكبار والصغيرين، يعني الدكاترة اللي بتعمل ليزك للناس الكبار وإحنا كدكاترة عيون أطفال بيتعمل بدءا من سن 18 سنة ببساطة شديدة، لأن الليزك ما هو إلا تصحيح للمشكلة اللي موجودة. أي واحد فينا بيلبس نظارة وهو طفل، الرقم ده ممكن يبقى قابل للتغيير وبشدة لغاية 18 سنة. فلو أنا عملت نظارة السنة الجاية ممكن أغير المقاس بعدها، السنة اللي بعدها وأنا صغير، يعني الطفل اللي عمره سنتين أو 3 سنين ولبس نظارة أو 5 سنين، عند 6 سنين ممكن النظارة تتغير، عند 8 سنين، عند 10 سنين، لغاية 18 سنة ممكن النظارة تتغير، وبالتالي بشيل العدسة دي وأحط عدسة جديدة. طب لو انا عملت له ليزك برضه نفس المشكله ممكن تقابلني، يعني لو ابنه عمره 6 سنين وعملت له ليزك السنه اللي بعدها نظره هتغير، وبالتالي مش عارف اشيل الليزك بقى، ما بقاش بيشوف، فاضطر احط له نظاره لغايه ال 18 سنه. عند ال 18 سنه لقينا ان النظر نسبه ثباته بتوصل ل 90%، يعني عند 18 19 سنه تغيير العدسه بتاعت النظاره احتماليتها بيقل كتير جدا، وبالتالي لو انا عملت ليزك ابقى عارف ان الليزك بتاعي ممتد المفعول، لان الرقم مش هيتغير والمقاس مش هيتغير. فالليزك ما بيتعملش في الاطفال، او مش هنقول الاطفال، لغايه سن 18 او 19 سنه، لحد السن اللي بيستقر فيه النظر، وان انا لما اجي اعمل حاجه ما ابقاش محتاج اعيد عليها. قبل كده ممكن اعمل ليزك، مفيش حاجه تمنع، بس احتمال ان انا اكون محتاج اعيده تاني عالي جدا. فعشان كده ما بنحبش نعمل الكلام ده، مفيش حد هياخد ابنه ويديه للدكتور ويلعب في عينه ويعمله ليزك وبعد سنتين يقول انا محتاج اعمل ليزك تاني وبعد سنتين تاني اعمل ليزك تاني، لكن يقدر يقول له انا عايز اغير العدسه، بعد سنتين عايز اغير عدسه النظاره. فالليزك ما بيتعملش في الاطفال لغايه سن 18 سنه. شكرا جزيلا.